في إطار رفع نسبة الإدماج والمساهمة في تنمية وترقية المنتوج الوطني، شاركت 24 وحدة إنتاجية للجيش الوطني الشعبي في معرض الجزائر الدولي لإبراز مدى جودة وكفاءة منتوجاتها المصنعة محلياً، والتي من بينها هذا النموذج الأولي لبندقية قناصة عيار 7.62 في 54 ملم مصممة ومطورة محلياً. عرضنا نموذج أولي لبندقية قناصة عيار 7.62 في 54، والحاجة اللي تتميز بها البندقية أنه مصممة ومطورة 100% هنا على مستوى المؤسسة. أما بالنسبة لجديد المؤسسة، تعرض المؤسسة مشروع في طور الإدماج يتمثل في صناعة أنابيب ماسورات متوسطة العيار، وهذا طبعا للاستفادة من خبرة المؤسسة في صناعة الأسلحة الخفيفة والانتقال من العيار الخفيف إلى العيار المتوسط. الطبعة 55 من معرض الجزائر الدولي كذلك شهد عرض لأول مرة نماذج مركبات جديدة جزائرية الصنع من علامة سوناكوم، التي أدخلت عليها تعديلات متطورة، وتتمثل هذه المنتوجات في النسخة المتطورة لشاحنة سوناكوم K12، K66، K120، إلى جانب ثلاثة نماذج جديدة لحافلات مزودة بأحدث التكنولوجيات. الهدف تاع المؤسسة تاعنا من المشاركة في الطبعة 55 للمعرض الدولي الجزائري هو عرض منتجات جديدة من علامة سوناكوم. عندنا نسختين مطورتين من شاحنتين K66 وكذلك K120، وكذلك عندنا ثلاث نماذج تاع حافلات، حافلة ذات 33 مقعد، حافلة ذات 49 مقعد، وكذلك حافلة للنقل الحضاري. النماذج اللي راهي مسوقة حاليا هي نماذج قديمة جدا، ما تمشاش مع يعني الديزاين العصري، دونك حنا حاولنا انه نغيروا من اللوك تاع الشاحنات كما راكم تشوفوا، شاحنات بحلة جديدة وديزاين جديد يتماشى مع الأذواق تاع الزبائن تاعنا. معرض الجزائر الدولي مناسبة لإبراز التطور الذي بلغته المؤسسة العسكرية في مجال الصناعة الميكانيكية ومواكبتها لمختلف التحولات التكنولوجية الحديثة التي تساهم في تطوير قاعدة صناعية قوية مستدامة وتكون قاطرة لمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.